ونحن نتحدث عن أمراض الجهاز الهضمي لابد أن نتذكر أولا أنه من أهم مسببات آلام ومشكلات الجهاز الهضمي هو مشاكل الفم. يعني إيه مشاكل الفم؟ يعني عندي التهابات في اللثة، عندي التهابات في لساني، عندي التهابات في شفايفي، دي مقدمة لالتهابات موجودة في الجهاز الهضمي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقول لك، لو أنا قلت للمريض وريني لسانك فلقيت قرح، أو وريني شفايفك فلقيت قرح، أو عنده مشاكل في أسنانه، لو المريض عنده قرح في لسانه أو شفايفه أو اللثة يبقى عنده قرح زيها بالظبط في المعدة، وقرح زيها بالظبط في القولون، والقولون والمعدة والفم لغاية الشرج قناة هضمية واحدة. وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرح اللي في الفم أو اللي في اللثة أو في الشفايف دليل على القرح اللي في الداخل. يبقى مهم جدا ان انا عايز اقول لك ايه؟ ان انا عايز اقول لك خلي بالك ان احنا عندنا قرح، هذه القرح موجوده في اللثه، موجوده زيها في الامعاء، موجوده زيها في القولون. معنى ايه الكلام؟ يعني مش ممكن ابدا تعالج واحد عنده مشاكل في المعده وتسيب مشاكل سنانه. الله، طب اذا كانت مشاكل سنانه دي موجوده، ها؟ امال انت هتعالجه ازاي؟ الطعام الذي لا يمضغ جيدا، ها، لا يمضغ جيدا، لا يهضم ولا يمتص، انما اللي عمال يزلط ويبلع ويزلط ويبلع ده يبلع. طب احنا مش بنزغط بطه، مش بنزغط وزه حضرتك، ليس عندنا حوصله قانصه تطحن الحبوب، لا، واحنا مش اسود نقدر ناكل لحمه نيه لا 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 لا. اذا لم يمضغ الطعام جيدا في الفم لا يهضم ولا يمتص، ودي مشكلة كبيرة جدا عند ناس معينة، زي الأطفال اللي بيبلعوا بسرعة من غير ما يمضغوا، زي كبار السن اللي عندهم مشاكل في سنانهم، زي بعض الشباب اللي بيخش سبق في الأكل. يعني إيه يخش سبق في الأكل؟ يعني قاعد يقول لك مين اللي هيخلص الأكل بسرعة ويجيب طبق كبير جدا ويبلعه بسرعة. أنت كده ضيعت الدنيا. يعني متعة الطعام كلها في الفم مش في البطن. متعة الطعام كلها في الفم، احنا بناكل على مهلنا ونتمهل. عندك مشكلة في اسنانك لازم تطلع على بتاع السنان. اياك تلاقي ريحة بق واحد مغيرة، طفل او بنت او ولد او اي انسان ريحة بقه مغيرة، كده الهضم باظ، الهضم ضاع ومفيش امتصاص وفي انيميا. يبقى سلامة الجهاز الهضمي تبدأ من الاسنان. زي ما قلنا سلامة قلبك بين اسنانك وصحة قلبك بين أسنانك. إياك تسيب خراريج ولا إنفكشن موجودة في أسنانك، كده ضاع القلب، ومش بس ضاع القلب وضاعت الكلى. النهاردة أنا بقولك خلي بالك أن مشكلة الفم هتأثر على الهضم والامتصاص. معناه إيه الكلام ده؟ معناه أن الأولاد والبنات بيأكلوا كويس قوي قوي ومفيش ولا هضم ولا امتصاص وعندهم أنيميا سوء تغذية. دي ازاي ده بيأكلوا كويس قوي؟ يعني زي واحد بيقول له ابنك عنده أنيميا يقول لي ازاي ده بيأكل أغلى أكل، أو بياكل أكل أكله وبيزلط فبينزله زي ما هو حضرتك. فالطعام إذا لم يمضغ جيدا لا يهضم ولا يمتص. في مشكلة تانية في الجهاز الهضمي، أيوة، الجيوب الأنفية. لو واحد ولد أو بنت أو أي حد عنده مشكلة في مناخيره وطول الليل وهو نايم عمال يبلع إفرازات غصب عنه، غصب عنه عنده التهابات ومناخيره مش قادر ياخد نفسه فعمال يبلع الإفرازات غصب عنه. الإفرازات اللي بيبلعها دي مالية المعدة فمفيش لا هضم ولا امتصاص، إنما اللي ميكروبات. وتلاقي العيلة وديت له أي حاجة للمعدة الصبح يرجع، لما يرجع يرجع بلغم، يرجع بصاق، يقول لك إيه ابني ما بيهضمش ولا يمتص. لا، المشكلة في مناخيره، المشكلة في مناخيره. عمرك رحت لدكتور جهاز هضمي قلت له ابني ما بيهضمش كويس ولا بيمتص قال لك ده المشكلة في مناخيره؟ لا، المشكلة في مناخيره إزاي يعني؟ فإذا أنت عاوز تعالج الجهاز الهضمي ابدأ بعلاج الأنف والجيوب الأنفية، وابدأ بعلاج مشاكل الفم، وإلا بتضحك على نفسك والمريض مش هيخف. تدي له هواضم وإنزيمات ومنشطات للهضم وفواتح شهية ولا له لازمة الكلام ده كله. صلح له مناخيره وصلح له بقه وبعد كده نتفاهم. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.